التاريخ لا يباع ولا يشترى، هذا ينطبق على حي الأحباس وسط مدينة الدار البيضاء في المغرب. هذا الحي يتميز ببناء معماري فريد يعود إلى بدايات القرن العشرين، ومن ضمن بناياته العريقة قصر للملك ومحال قديمة لبيع النحاس والفضة. منازل الحي غير قابلة للبيع والشراء، وقد أصبح الحي معلماً سياحياً للعاصمة الدار البيضاء. هاد الحومة هذه سميتها قرية أهل فاس، يعني مدينة فاس مصغرة في الدار البيضاء. بناها اليوطي وصحابه باش يسكن فيها الناس ديال فاس، باش يقدروا يولفوا هنا بحال مدينة ديالهم. لكن صعيب عليه باش يحولهم من فاس، الناس اللي كانوا كيعتبروا مجاهدين صعب عليه باش يستعمر المغرب. يدبنا لهم واحد المدينة في وسط الدار البيضاء اللي هي الحبوس، على الشكل ديال فاس والحضارة الأندلسية.